نحن الآن على مدخل البلدة القديمة في مدينة اللد، وهي بلدة غالبية سكانها من المواطنين العرب. الشرطة الإسرائيلية تفرض طوقا أمنيا مشددا على هذه البلدة وتمنع الدخول والخروج إليها، وذلك في ظل المواجهات الشرسة والشديدة بين المواطنين العرب والمستوطنين الإسرائيليين الذين دخلوا قبل قليل إلى منازل عربية عدة وقمعوا وضربوا النساء والأطفال، وكذلك ساندتهم الشرطة الإسرائيلية في هذا القمع. ونسمع أصوات إطلاق نار مكثفة يمكنكم سماعها الآن تأتينا من داخل البلدة القديمة، وكذلك يفيد شهود عيان بأن منازل عربية تتعرض لمداهمات في هذه الأثناء، وأن هناك نيران حية تطلق على المواطنين العرب. إذن حصار مشدد تفرضه الشرطة الإسرائيلية على مدينة اللد، وهناك استغاثات توجه من العرب في هذه الأثناء الذين تطلق عليهم النيران الحية.